مرحبا، أنا أحمد، صحفي سوري أسكن في شمال سوريا. بعد 90 ساعة من الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا، نحن هنا في الشمال السوري تعرضنا لزلزال مدمر راح ضحيته الآلاف من الأبرياء والآلاف من المدنيين تحت الأنقاض. وصلت الضحية إلى حتى هذه اللحظة إلى أكثر من 3000 مدني، 10000 مصاب. فرق الدفاع المدني والأنقاذ المحلية تقوم بإخراج المدنيين، تعمل ليل نهار دون أي معدات، دون أي آليات، دون أي دعم دولي، دون أي شيء، بجهود محلية. نناشد الأمم المتحدة بإرسال مساعدات دولية إلى شمال سوريا. إلى حتى هذه اللحظة لم تدخل أي قافلة أو مساعدة دولية إلى شمال سوريا المحرر. الآلاف من الأطفال يتموا، الآلاف من الأطفال فقدوا أباهم، عوائل كاملة ماتت. الآلاف من الناس تشردوا في الشوارع دون مأوى، بحاجة إلى خيام، بحاجة إلى مساعدات لإنقاذ المدنيين. كما ترون دمار هائل يحيط بنا. معنا هنا أحد المتضررين، احكي لنا يا خالي شو عم بصير معك؟ عم بصير معنا يا ابني، ما شو حسيت احكي لنا شو ودريت صار نايمة هون؟ شو صار هون؟ نايمة، ما شفت إلا انهزت الأرض، رقدت. أنا ما بنام. أنت ساكنة هون؟ إيه، رقدنا رقدنا بدنا نطلع، ما بقى انا ما بقى لي عزم. صار هالدنيا المطر، صار المرة يعني شلناها وركضنا فيها مع ولد ماتت، وصار كل هالشيء على هالخلق. كم هون عائلة تضررت؟ مين ما تحكي لنا؟ مين كتير، ما مات؟ ما بقى نصحى ابوي. انت مين فقدتي من اهلك؟ ما فقدنا حدا من اولادنا، نكذب يا خالي. جيرانكم اللي مستاجرين واللي بارك ومنجحين، وانا بعرف الله يكون بالعون. الله يكون بالعون. كما سمعنا قصص مأساوية جدا يعيشها السوريين في الشمال السوري المحرر. أوضاع صعبة، كارثية، درجات حرارة منخفضة. والناس لا يعرفون ماذا حصل تقريبا، مثل يوم القيامة.